شكرنا السيد رئيس جماعة الصفا عن الكلمة المتواضعة التي عبرت عن روح وطن صادقة. قد أتت الوسائل التأبيرية بالأحلام والأوراق وعبارات غبية كلها تنميض الروح الوطنية وحب الإنجليزية بكل صدق وإخلاص وليا. وإليكم بمناسبة الغازية قصيدة شعرية من أدب وتأديب السيد عبد الرحمن بن خالد المرقب شاغل المجد ولكتب المشوار. السلام عليكم جميعا ورحمه الله تعالى وبركاته. كم نحن جد مسرورين بالاحتفال جميعا بهذه المناسبه الغاليه علينا وبالمناسبه لشاعر الملك وكمنتسب لجماعه عرس عزيز لدي قصيده بالمناسبه. عيد عرش مبارك يا صاحب الجلال. كلما غاب قمر إلا ويقصه من يخلف من مجد إلى مجد محقق بكم بكم ليتم على يد ملك ما من أجله بلغ فبأنوار متتالية يواصل مغرب المسيرة فمن مسيرة حضراء إلى من تحقق نبات شعب متفان بخدمتكم إذ حددتم أهوال فمنذ اعتلائكم عرش الأمجاد حفظتم أهل ورغم أسرة العالمين نحو اليسر والأمن كله مجد أصله ثابت والنبوءة ردت فروعه نضال في بناء وحكمة تطبأ تصرفه نال رضا كل شريف وبالخير يشهد فحب الوطن والملك يتم لمؤمن الإيمان فإذا كان ذا يؤويه فالملك يضمن أمن فأدامه الله لنا حرزا وأصبغ عليه نعم نعم ظاهرة وباطنة تكفيه شر عدوه وحاقده وحفظ ولي عهده المحبوب لتقر به عينه ويكون لمستقبل الشعب منارة ولما يأمل وشكرا.